شيخ أبو معاوية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبيدة، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأخيرا التقينا بيك بعد المسموعات الطيبة اللي سمعناها عنك. الحمد لله رب العالمين، حياك الله. على فكرة جهودك اللي عم بتقوم فيها مباركة بإذن الله، ما شاء الله عليك، تركت الربا وكرست شغلك وجهدك الآن للعمل لصالح الإسلام والمسلمين. الحمد لله، هذا بفضل الله يا شيخ. يا أخوان، بإذن الله تعالى سوف ينجز مشروع قيام دولتنا يا رب. ولكن هناك بعض الفئات الضالة الخارجة عن ملة، هؤلاء القتلة يجب علينا قتلهم، ومنهم الإعلامي منير راشد. هذا الفاسق يحاول أن يقلل من أهميتنا وتقويض وقيام دولتنا الإسلامية، علما بأنه مسلم، ولكن للأسف مسلم بالهوية فقط. قتل؟ هذا الرجل دمه حلال، دمه مهدور، لكن أنت يا جعفر مش راح تحمل السلاح، لأنه لسه بعدك ما ارتقيت إلى مستوى الشهادة. على كل حال، المطلوب منك إنك تراقب هذا الزنديق حتى يخرج من منزله، تأخذه وتجرجره بالكلام وتلهيه، وإخوانك راح يكونوا له بالمرصاد، هم اللي راح يطلقوا عليه النار. مفهوم؟ على فكرة هذا الكلام يجب أن ينفذ خلال يومين بإذن الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الكفر والمشركين، آمين. أعداءك أعداء الدين، آمين. وانصر أمة الإسلام والمسلمين، آمين. بجاه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، آمين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أخ جعفر، زي ما اتفقنا امبارح، لهيه عشان نقوم بعملية الاغتيال واعطينا إشارة. أخ جعفر، النصر قريب. سيد جعفر، احنا بنشكرك لتفاهمك وتعاونك معنا ضد هيك اعمال ارهابيه، ويا ريت كل الشباب يحدوا حدوك. العمليه تم ايقافها الحمد لله، والفضل بيعود لتعاونك معنا. Thank you.
أنا بأكد لك أنك تحت حمايتنا، وإذا شعرت بأي نوع تهديد أي نوع فوراً اتصل معي على تليفوني الشخصي. شكراً جزيلاً. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول. تعودتم في هذا البرنامج أن نطرح قضايا جدلية، مواضيع ساخنة مع ضيوف استثنائيين، لكن لهذه الحلقة أيضا طابع خاص، وهي أيضا حلقة استثنائية بامتياز. قبل بضعة أيام كدت أن أتعرض للاغتيال على أيدي عصابة إجرامية ظلامية تكفيرية داعشية، وذلك على خلفية معارضتي لداعش ومنهاجهم التكفيري في نشر الإسلام، والإسلام منهم براء. لكن ضيفي في هذه الحلقة وفي نقطة تحول مصيرية استطاع أن يعدل عن رأيه وأن يعود إلى صوابه ليكون سبباً إلهياً بأن ينقذ حياته. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو في برنامج نقطة تحول. أهلاً ومرحبا. اهلا فيك. شو الاخبار؟ ان شاء الله والله تمام. الحمد لله رب العالمين تمام. يعني انا اريد ان استغل بدايه حديثنا لاقدم شكري لك وامتناني على انك غيرت رايك في لحظه حاسمه ومصيريه وانقذت حياتي. بالعكس، يعني هذا واجبي. طيب، حتى يعني نستغل وقت البرنامج، كيف تم تجنيدك للعمل لصالح هاي الجماعه؟ يعني عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. أنا كنت بحالة هيك مظلمة وغريبة، لقيت حالي من ضم لجماعة بالأول أوهموني إنهم جماعة بيقدموا مساعدات للناس، ولكن فيما بعد يعني اكتشفت إنه هاي خلية إرهابية، وكنت معهم رح أتورط بعملية قتل يعني لحضرتك. نعم. طيب، كيف عدلت عن رأيك؟ كيف أنت اليوم موجود هون؟ يعني العائلة، أصدقائي، هم طلعوني من هاي الورطة بالوقت المناسب. كيف يعني؟ يعني بعد ما روحت على البيت قعدت أفكر بيني وبين حالي إنه يعني هل أنا بالمكان الصحيح؟ هذا الشخص اللي بده ينقتل بيستحق ولا ما بيستحق؟ مين أعطاني الحق أصلاً إني أنا أقتله؟ كل هاي الأشياء كانت قاعدة بتدور براسي، بس على الطرف الثاني من القصة كان صديقي هو قرر يساعدني. ألو مرحبا أستاذ عبد السلام، كيفك؟ أنيس، أنيس أنا. أستاذ بدي أمرق لك، بدي أحكي معك بشغلة ضرورية. جعفر، بإيش متورط؟ وإيش قصة السلاح هاي؟ رجاءً ما حدا يدخل بحياتي. حياتك؟ انت سامع حالك شو بتقول؟ شو اللي صار لك؟ بتكفر وبتحلل على كيفك، وعلى النت بتكتب تعليقات عنيفة، وبالآخر بتطلع متورطني بسلاح؟ سلاح يا جعفر؟ هو هذا الإسلام تبعك؟ ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. والله أنا ما بستنى حدا يجي يعلمني الإسلام. لا، هذا اللي بعلمك الإسلام، هذا الدين الصح. اهدى، لا تمدها، نزلها. خلاص اهدى اهدى. خلاص يا سيدي، احنا مش رح نعلمك ولا رح نحاسبك، ربنا بيحاسب الجميع. بس بنتي انا ايش مصيرها؟ بنتك مرام ناوي تفخخها وتبعتها، ولا تجندها، ولا تيتمها على البدري؟ يلا استاذ، يلا. لولاهم كان أنا وأنت اليوم مش موجودين هون، وما بعرف كيف بدي أشكرهم الحقيقة. أنه أنت بإمكانك تشكرهم، لأنه معدين البرنامج عم بيخبروني أنه حماك هلأ صار معانا على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدي، أنا منير راشد من برنامج نقطة التحول. زوج بنتك موجود اليوم معانا بهاي الحلقة، كان رح يتورط مع جماعة إرهابية وينفذوا عملية اغتيال بحقي، لكن يعني الحمد لله
الله الله ستر، هو حابب انه يوجه لك كلمه او رساله. عمي انا بدي اشكرك على وقفتك معي، بعتذر منك على الاشي اللي بدر مني، يعني مش عارف كيف بدي احكي لك اياها. انا ما بدي اياك تشكرني، انا بس بدي اياك تسمعني. هو هلا عم بسمعك، تفضل. عم نعيش بزمن صار الشر طبيعي والخير مثل المرض. إذا هيك معلش، إحنا محتاجين لهذا المرض. قابل تقطع العهد وتنقل العدوى لمحتاج من قلبك وبدون مقابل وبدون إحراج؟ بقبل. وأنا كمان بقبل وبضم صوتي لحضرتك، وأيضاً لإلك إن شاء الله يا رب إنه تكون رسالتك بالفعل يعني وصلت لكل المشاهدين. أنا بشكر مداخلتك، بشكر وجودك معنا، كمان بدي أشكرك مرة تانية. يعني إن شاء الله إنه الله بيثبت قلبك ودائما يعني تبقى في طريق الصواب وطريق الصلاح. شكرا جزيلا لإلك. مشاهدينا الكرام، إذن وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، حتى حلقة مقبلة. تحية ولك. الحمد لله. الحمد لله.